يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. يقول قول موسى عليه الصلاة والسلام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هل يجوز الدعاء بهذا عند الشدائد واليأس من الأمور؟ موسى عليه السلام خشي من ضياع الطريق، طريقه إلى مدين، خشي أن يضيع الطريق، فهو يسأل الله أن يدله على الطريق إلى مدين إلى مقصده. ونعم هذا لا بأس به، إذا خشيت أنك تضيع بالبر ادعو الله أن يهديك الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى النجاة. نعم.